السلام عليكم ورحمة الله. ما اعرفش ليه الناس شايفة ان انا مهتم جدا بكمال الاجسام، او على الاقل بالبطولة الاخيرة اللي كانت في بلاد السامبا في البرازيل. ده طبيعي منطقي، الناس دي فازت كسبت، رفعت علم بلدهم، رفعت علم جمهورية مصر العربية، رفعت راية العرب جميعا في بطولة العالم، تفوقوا على الجانب الايراني، ويمكن في سابقة لابد ان التاريخ يكتبها. لكن ايه المنطق ان انا اغفل العاب غير كرة القدم؟ ايه المنطق اللي ممكن يكون بيتكلم عن العاب لازم تاخد دعم، وتاخد دعم مش مادي فقط، ده تاخد دعم معنوي، تاخد دعم من قبل الحكومات، من قبل الوزارات المعنية، سواء بالرياضة او بالشباب والرياضة او الشباب والرياضة والثقافة زي ما حضراتكم تحبوا الحقيقة، لكن ايضا في وسائل الاعلام الناس دي لازم تاخد حقها، ده منطقي طبيعي. منهم بقى حدوتة اسمها احمد الورداني، قصة الراجل، يعني انا هوريكم اسمها ايه يا احمد والله اسمها ايه العضلات الخلفيه دي؟ ليه؟ المجاهر. اللهم صل على النبي. هتشوفوا احمد بيعملها بطريقه اعتقد انها مبتكره الحقيقه. ورداني من الشخصيات القليله اللي قدرت ان هي تحافظ اولا على الجانب الانساني جنب الجانب الرياضي، من الشخصيات القليله اللي حصدت 7 ميداليات ذهبيه في 5 سنوات، اللهم لا حسد ورداني، يعني الراجل عامل سجل حافل بالانتصارات، سجل تاريخي بيقول انا مصري انا عربي وافتخر، سجل مكتوب فيه بمية الذهب انه حصل على الميدالية الذهب. نورت يا احمد. اولا مبروك. الله يبارك فيك. انت كنت منور سواء في استقبالنا ليك في المطار او حتى وانت على منصات التسويق. كانت صعبة تكون؟ كانت صعبة. من اصعب بطولات في خلال السنين اللي عدت كان بطولة العالم بتاع البرازيل. ليه؟ اتلعبت في البرازيل. اول هم احنا كنا بننافس حوالي 70 دولة، عدد اللاعبين المشاركين حوالي 200 لاعب. 200 لاعب ما شاء الله. الكلام كان على البطوله كتير. ايه عرب لو تفتكر يعني؟ تقريبا كل الدول العربيه كانوا مشاركين. كلها يعني مصر شاركت وعمان شاركت والامارات والسعوديه، دول الدول العربيه اللي شاركوا. بالنسبه للدول الاجنبيه الامريكتين طبعا ودول اوروبا كلها تقريبا، وايران شاركت وكوريا، يعني تقريبا 70 دولة، يعني مش هقعد اعد مش هخلص يعني. عموما انا قبل ما اخش مع الكابتن ورداني في التفاصيل والمنافسات، لان الاحتكاك اظن كان قوي للغايه، خلينا نشوف هو كابتن ورداني كان عامل ازاي على خشبه مسرح الاحلام المتعلق بكمال الاجسام. انت المحترف يا ابو حميد، شفت الصور هالات بشريه عملاقه الحقيقه. انت قلت لي كان جنبي من عادي ايراني وجنبي من عادي بولندي. احكي لي التفاصيل اللي جت. احنا قبل ما نسافر تقريبا بشهرين كان في مواقع كتير اجنبيه وعربيه والفيسبوك والانستجرام كانوا بيتكلموا عن بطوله العالم، وكانوا بيقولوا ان هي تقريبا بطوله العالم السنه دي في ميزان 90 كيلو. انت 90 بالظبط؟ بالظبط. انا وزن في البطوله 88 كيلو ما شاء الله. فهو من فوق ال 85 لتحت ال 90، ده وزن اللي انا شاركت فيه اللي هو تحت 90 كيلو. لو وزنت 90 وكسر 90 مثلا و200 جرام العب الوزن اللي بعده. فلازم اكون تحت ال 90 كيلو. صحيح. فكان الكلام ان السنه كان الاول بيشككوا في قدره المنتخب المصري. ان السنه دي كانوا بيقولوا المنافسه هتبقى صعبه جدا على منتخب مصر، واحتمال اكتر من 90% ان مصر ما تخش المركز الاول. ده اول حاجه. تاني حاجه كانوا بيقولوا ان بطوله العالم السنه دي، ده مواقع اجنبيه مش عربيه، ما هي الا وزن 90 كيلو. هو ده اصعب وزن يعني. اصعب وزن خاصه المنافس اللي هيلعب فيه
او اللي كانوا بيحطوا صور مقارنات ما بيني وما بينه اللاعب اللي هو اسمه خليل اسد ايراني هو. ده واخد بطل ابطال اسيا ولعب سنه صغير ولعب بيمتاز بالجسم الجميل او السيمتري الجميل يعني منافس صعب جدا يعني. فكانوا دايما بيحطوا لنا صور مقارنه معايا انا وهو يعني مين اقوى مين احمد او خليل. فكانت كل الكومنتات تقريبا بتيجي ان خليل هو الافضل السنه دي وهو اللي هيكسب ايه احمد الوهداني. مجردين يا ابو حميد والله. لا ده فيهم ناس مصريين يعني. وكمان كان فيهم مصريين كمان بيشككوا في قدراتنا يعني ما كانوش متفائلين لنا خير يعني. فبصراحه مش انا لوحدي انا وكل اصحابي. بس حاجه على فكره ده احيانا بيبقى يعني بيحفزك. حافز هو كان حافز كبير. لا انا يعني في تصميم. ايوه هي لا ديت انا اخدتها بقى ان ايه لو اللاعب الايراني ده كسبني انا مش هلعب كمال اجسام. كل ابراهيم موجود في وسط الرجاله دي. هو اللي جنبي على طول على اليمين. اللي جنبي على اليمين فطبعا انا اخدت المركز الاول وهو خد المركز الرابع. الرابع؟ هل الثاني ولا الثاني؟ لا كسبته بفرق اربعه لعيبه وفرق تقريبا حوالي 38 نقطه. يعني مش ورايا على طول. فالحمد لله انا كنت عامل السنه دي مستوى كنت راضي عنه تماما. وكان من اقوى المستويات ليا السنه. طب بص انا قبل ما استضيفك انا بحب اسال على ضيوفي وانت يعني ما شاء الله مشهور مرة على العالم لكن قالوا لي كلمه انا مش لاقي لها تفسير. قالوا لي بص الورداني ما ينفعش يخسر. ما ينفعش يبقى موجود وما يكسبش، ما ينفعش يبقى موجود وما يمتعش اللجنه وبعد كده بيمتع المشاهد بعد كده لما بيتفرج. ايه القصه دي؟ يعني دي ثقه ولا ايه؟ لا مش ثقه هو انا لا ازاي ما انت سبعه دهب في خمس سنين انت ما شاء الله. هقول لحضرتك يعني. اول سنه خدت اول عالم كانت 2010. ففي ناس كتير برضه من الكلام قالوا ايه لا ده احمد خدها صدفه ومش هتحصل تاني وعشان البطوله كانت ضعيفه وكلام من هذا يعني. فكان لازم تثبت العكس. لا شاركت في 2011 وكنت خسرت كنت فعلا هيبقى كلامهم صح ان انا خدت البطوله دي وليده الصدفه فالحمد لله اثبتت نفسي في 2011 و12 و13 و14 هي دي محصولي على كل الميداليات الذهب بالاضافه لميداليتين ذهب اللي هي مستر اولمبيا 2012 دي بطوله اقوى من بطوله العالم ومستر اولمبيا 2013 وكنت هلعبها السنه دي 2014 بس كانت بعد بطوله العالم باسبوع وعلى ما رحت رحت كانت ملعوبه في روسيا على رحت السفاره عشان اجيب التاشيره كان طبعا على ما التاشيره طلعت البطوله خلصت يعني. يعني الهدف اللي انت بتسعى له هو اللي بيخليك ايه بيديك الحافز انك انت عايز توصل. دي شغلتك الاساسيه. النقطه بقى اللي بتتكلم فيها ثواني بس النقطه اللي بتتكلم فيها اللي هي بتاعه بيقولوا احمد الورداني ما ينفعش يخسر. انا قبل البطوله قبل ما زال البطوله والله يعني قبل ما نسافر بيوم تقريبا بطوله العالم اللي هي في البرازيل بسبب الكلام على الميزان وكده مدير الاتحاد اللي هو المهندس سامي كشير طبعا ده من الراجل اللي ساعدت كتير في حصول مصر على الميداليه الذهبيه التاسعه على التوالي والدكتور عادل فهيم وكل الناس يعني الدكتور عادل فهيم على فكره رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي كان في نفس الكرسي بتاعك كنت مستضيف بس قبل البطوله بايام وهو ده اللي خلى كابتن عادل هو اتصل بيه قبل ما تركبوا الطياره عائدين الى ارض الوطن وقال لي الرجاله عملت كل اللي عليها واتصلوا كل الميداليات اتصلوا بيا باشمهندس سامي بالاخص وكابتن سعيد عثمان اللي هو مدير المنتخب مدير فني المنتخب وقالوا لي احمد انت وزنك كام دلوقتي؟ كان تقريبا تحت 90 كيلو فقالوا لي طب ما تتعب شويه وانت سهل انك تجيب ال 85 وتبقى ذهب في ال 85 ما شاء الله يعني احنا مش عايزينك تخسر احنا ما تعودناش انه الدنيا ياخد تاني ايوه بنفس فقلت له كابتن انا هلعب 90 كيلو حتى لو جبت 85 كيلو هلعب 100 جرام هلعب 90 كيلو لان انا لو لعبت 85 كيلو يعني انا مش هبقى راضي عن نفسي اول هام حتى لو جبت الاول تاني حاجة الناس أو معظم الناس هيقولوا فعلا أحمد خاف ولعب إيه؟ 85 كيلو وخاف من اللعب الإيراني فقلت له أنا أنت كنت حاب اسمه خليل هو؟ خليل أنت كنت على فكرة محترم جدا يعني مالوش علاقة أصل المنافسة لا لا هو يعني. إنسان محترم وخلوق وأنا بحب يعني من الناس اللي بحب أتفرج عليها كمان يعني فطبعا قلت له أنا هلعب 90 كيلو وصممت قال احمد احنا مش متعودناش على فكره انا كابتن المنتخب بقالي 3 سنين كابتن منتخب مصر فقالوا احنا متعودناش ان انت تخسر يعني انت مش هتخسر بس في شك قلت له لا انا هلعب وان شاء الله يعني لو هم عاملين شغل انا كمان عامل شغل كويس
ربنا يقدم. طيب انا عايز تدخلني شويه في تفاصيل، انت بتستعد ازاي؟ ما انا عشان اقول ان الورداني لما بيقف على خشبه المسرح بيرعب كل المنافسين، او بيخلي الناس تبقى مزينه كده، نظراتهم مزينه دايما بملامح الاعجاب، فده جاي من تمرين، ده مش جاي كده عشان ابو حميد بيجي. لا، هي عامل فنيات نظره الاعجاب، في تمرين، في تدريب، في احتكاكات. نظره الاعجاب دي بتاعه ربنا، اللي هو الجسم الجميل او الشكل الجميل اللي ربنا خلقك بيه، او السيمتريه التناسق اللي هو يعني انت مالكش دخل فيه، العوامل الوراثيه. العوامل الوراثيه يعني. النقطه الثانيه ان انا الحمد لله بعمل الحجم في وزني، عامل الحجم العضلي اللي هو اكبر من وزني، وفي نفس الوقت بوصل للديفينيشن اللي هو يكسبني ان اجيب المركز الاول. ان التحكيم في البطولات دلوقتي بقى على التنشيف والحجم العضلي، بالاضافه طبعا للسيمتري اللي هي اهم حاجه، او التناسق، الشكل الجمالي والتناسق. فالحمد لله انا بجمع الثلاث ضلوع. اللي هو مين ده يا ابو حميد؟ ده اللاعب اللي خد المركز الثاني من عمان، هو والله عربي برضو. اسمه احمد برضو على فكره، ما شاء الله. ده خد المركز الثاني، وكان الثالث بولندي، والرابع طبعا خليل ايراني. يعني انا حاسس ان خليل الزرم في كذا مركز من خلال مشاهدتي للفيديو بعد البطوله. مش مشكله، هو يعني من المركز الثاني مسموح، احنا هنبقى راضيين. يعني انت وانت بتتفرج على الفيديو كده، لو انت مش حكم بس وانت بتتفرج على الفيديو تقدر تقول مين اول ومين تاني. انت فرقت ازاي ما بين الاول والتاني؟ في حد جذبك، في حد شايفه انت جميل، فبتقول اللي في النص ده اول، اللي هو مثلا احمد لو انت ما تعرفنيش. طب هي بوينتس يا كابتن احمد؟ يعني هي بتاخدوا ايه من لجنه التحكيم مثلا؟ بتاخدوا نقاط؟ طبعا. واحد على بيبقى 11 حكم. العضلي؟ لا 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 لا، هو الحكام كلهم بيحكموا على ثلاث حاجات: السيمتري والنشفان والحجم العضلي، دول اللي هم ايه مثلث المكسب. طب ثلاث حاجات دول. السيمتريه او التناسق، والتنشيف والحجم العضلي. التنشيف ده اللي هو ايه؟ يعني شكل التنشيف اللي هو لا 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 اللي هو جسم خالي من الدهن تماما ومن الميه. توصل لدرجه ان الالياف العضليه بتبقى ظاهره، تحس انك انت بدون جلد، مفيش جلد. تمسك الجلده كده زي ورقه. ده اللي بيظهر في الحركات، يعني لما بتعمل بايدك كده او ده اللي بيظهر في طريقه اظهار العضل. بالظبط. ف الثالثه اللي هي الحجم العضلي. الحجم العضلي. فالثلاث ضلوع دول لو في ضلع اقل منهم، او في حاجه انت قصرت فيها من الثلاثه دول، طبعا بتبعد عن المراكز السته الاولى. فالحكام بيبقوا 11 حكم. ال 11 حكم دول بيشربوا اسوأ نتيجه اي حكم من ال 11 مديها لك، وافضل نتيجه، بحيث ان لو في عداوه ما بينك وما بين حكم مثلا، فاداك او في مثلا صله قرابة او معرفة ما بين الحكم اللي بيديك اعلى نقطة، فبيبعدوا النتيجتين وبيجيبوا النتائج اللي في التسع نتائج اللي في النص ويقسموهم ويدوا لك الدرجات بتاعتك. انا الحمد لله بفضل الله بفضل الله، انا واللاعب المصري برضه بطل عالم في وزن 80 كيلو اسامة سلامة، الوحيدين في بطولة العالم في ال 200 لاعب، مش المصريين بس، اللي خدنا تقريبا 11 حكم بالاجماع اول. اللهم صل على النبي. يعني انا بما فيهم اللاعب الايراني، يعني الحكم الايراني. لا خلاص، ما انا قلت لك شوف، هو من المركز الثاني احنا مستعدين نستقبل خليل. لا، الحكم الايراني حتى اللي كان محكم في وزني مديني الاول الحمد لله. بعد فاصل قصير انا هسال كابتن احمد سؤالين: اصعب واغرب موقف قبله مع لجنه التحكيم؟ ثانيا، طيب هو الراجل ده بيستعد للمستقبل بصوره شكلها ايه؟ انا عندي 7 ميداليات ذهب في 5 سنين، هنكمل ان شاء الله.